اهلا، ايش تبغى؟ ها عالم، عالم تاني. يا الله يا هذا مدخل بلاد الطوارق قبل الميقات وادي محرم. هذا مدخل بلاد الطوارق، هنا بلاد الطوارق. يا بلاد الطوارق هاللوحة موجودة، شوف فيها هذه اللوحة بلاد الطوارق. بلاد الطوارق هذه بلاد الطوارق هنا. ها هذا بدينا احنا هنا. تدار سكن المنار، هنا سكن المنار. سكن المنار هذاك راه هو سكن المنار، ممنوع الدخول. المنار فيلاج. يا سلام، وسط الجبال. مشينا هادي هذا طريق الطوارق، وهادي تضاريسو. هنا عايزين نكتشف تضاريس الطوارق. هذا الخط لو شفنا فيه حاجة كويسة صورناها، لو ما فيه ما فيه. طاهر جين، تشوف على الأقل الشروق هنا يا زين. من هنا من خط الطوارق يبلك جبل، جبل الأخضر والمنتجه هناك. جبل الأخضر المنتجه، يا سلام على شروق رائع. في مزارع، فيه والله في مزارع، في وادي ما أدري الوادي هذا إيش اسمه، لكن احنا نستكشف تضاريس هذه رائع. شوف الجبال هناك، شوف الجبال هناك. جبال حجرية، أحجار. شوف حتى في الخلا البلدية شغالة. شوف في الخلا البلدية شغالة. هذيك قرية المنار هناك، شو الغيوم هناك تاني. هذا غرب، الغرب هذا هنا الشروق، وفيه السكان طويرك. اي واحد اسمه الطويرقي معناته ديرته هذه طويرقي. طويرك يا سلام عليك، بلاد الطويرك. كان عندي واحد صاحبي اسمه دكتور طويرقي، وهذه ديرته، ما ادري وين كان ساكن، لكن هذه ديرته. الطويرقي كان رائع رجل، وفعلا من الدكاترة القلائل في الريابيليتيشن. هنا في مباني، في ديرة ملح، مالح، ملح ومملكة، ديرة مملكة. هذه ملح، هنا ملحاية، ديرة ملح، ما أدري ليش سموها ملح، ديرة ملحية هذه. يا سلام، طويرقي، ملح طويرقي. وفيه مملكة، شوف واش فيها، شي قلعة ولا حصن نقدر نشوفه، بس فيها أراضي زراعية هنا، أراضي زراعية. شوف الفن هناك، يا سلام. على اليسار في مملكة، وفي الدار البيضاء النمور. هذا خط الدار البيضاء اللي هو في وادي محرم،
الدار البيضاء مو هذه محرم. كانوا يسكنوه المغاربة قديم لما هاجر المغاربة الوادي محرم هنا، يا كانوا يسكنوه، يسكنوا المغاربة هذا وادي محرم النمور. أنا الحين يعني بلاد طوارق يمين ويسار، بس احنا عاملين بس نشوف التضاريس والمباني اللي فيه في الناس وين ساكنة. الناس بتصور الأراضي متاعها زي هادي، صور على داير ما يدور على البلاد على الأرض. هذا الخط يخرجك من الناحية الشرقية، يخرجك للخط الهاي واي، طريق لهذا. شوف الجبال. جبال، هذه جبال حترجع خضراء، مروج حدائق كما كانت. شو هذا؟ بستان مصور. يا سلام عليك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. شوف هذاك بيت زي القلعة، بيت في الأعلى. شوف فين كانوا ساكنين الناس عشان يكشف جميع المناطق هناك. والناس تبنى الجبال. سآوي إلى جبل يحميني. أراد بيوت قديمة.